سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله عز وجل هل تعلم له سميا، إلى أشباه هذه الآيات الدالة على كماله سبحانه، وأنه جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، فهو كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. فواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله ورسوله من أسماء الله وصفاته، وأن يمرها كما جاءت، لا يغير ولا يبدل ولا يزيد ولا ينقص، بل يمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل قراءتها تفسيرها كما قال السلف. فمن ذلك الاستواء والنزول والوجه واليد والرحمة والعلم والغضب والإرادة وغير ذلك، كلها صفات الله عز وجل، فتثبت له سبحانه كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنة الصحيحة، نثبتها له كما أثبتها السلف الصالح على السنة والجماعة، وكما أثبتها الرسل عليه الصلاة والسلام. فنقول استوى عرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كما تقول الجهمية استولى، فإنه ليس بمغالب سبحانه وتعالى، لا أحد يغالب جل وعلا، فهو مستوى على كل شيء جل وعلا، ولكن الاستواء صفة خاصة معناها العلو والارتفاع، هو عالي فوق خلقه مرتفع على جميع خلقه، استواء يليق به سبحانه لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. فالاستواء هو معروف كما قال مالك رحمه الله، الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب، وكما قاله ربيعة، وكما قالت أم سلمة رضي الله عنها، وكما قال أهل السنة والجماعة. فالصفات معلومة وكيفها مجهول، وإن بلغنا بها واجب. هذا طريق الصفات كلها، العلم والرحمة والغضب والوجه واليد والقدم والأصابع وغير ذلك ما جاء في الآيات والسنة. نؤمن بالنزول على الوجه اللائق بالله، أما كيفيته فالله يعلمها سبحانه وتعالى، إنما نؤمن ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول ينزل بلا كيف كما يشاء سبحانه وتعالى، نزولا يليق بجلاله وعظمته لا ينافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى، وهكذا استواءه على عرشه لا ينافي علمه بالأشياء وإحاطته بالأشياء، وأنه مع عباده ومع أهل طاعته مع عباده بعلمه واطلاعه سبحانه، كما قال عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هذا لا ينافي علوه واستواء العرش، فهو معنا بعلمه واطلاعه وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى كما يشاء وكما أخبر جل وعلا بغير تحريف ولا تكييف، وهو مع أوليائه ورطاعته بعلمه وتأييده أيضا وعنايته بهم وكلاءته لهم ونصره لهم وتأييده لهم، فهما معيتان، معية عامة تقتضي العلم والإحاطة ورؤية العباد وأنه لا تخفى عليه خافية، ومعية خاصة مع أنبيائه وإطاعته لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى اصبروا إن الله مع الصابرين إلى أمثالها، فهي معية خاصة تقتضي الحفظ والكلاءة والتأييد والتوفيق مع العلم والاطلاع، وهو معكم إذا كنتم معية عامة تقتضي العلم بأحوال العباد وأنه يراهم وأنه لا تخفى عليه خافية، وهذا كله لا ينافع علوه جل وعلا وفوقيته، فليس كما تقول الجهمية والمعتزلة وأشباههم من حلوله في كل مكان، تعالى الله أن يكون علوا كبيرا، بل الله سبحانه فوق خلقه وفوق عرشه كما أكبر وعلمه في كل مكان، وليس مختلطا بخلق سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يأخذون من قول من الإيمان بالله الإيمان بكل ما أخبر به ورسوله، والإيمان بجميع أسمائه وصفاته، كله داخل في الإيمان بالله عند الإطلاق. فالإيمان بالله ربا ومعبودا بحق وكاملا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع إلى غير ذلك، فهو المعبود بالحق وهو الخلاق العليم وهو الرزاق لعباده وهو على كل شيء قدير، وكل هذه الصفات لا يشبه فيها صفات خلقه، بل صفاته تليق به عز وجل وصفاتنا تليق بنا، فصفاته لها البقاء ولها الدوام ولها الكمال، وصفات العباد لها النقص والاضمحلال، كل هذا داخل في الإيمان بالله عز وجل.